محمد صلاح بيتصالح مع ساديو ماني بعد نشره الفيديو التقليدي. حاول محمد صلاح ان يهدي الامور في الازمه اللي بينه وبين زميله ساديو ماني قبل ساعات من مباراه نيوكاسل في الدوري الانجليزي، وبعد ما نشر محمد صلاح فيديو على حسابه الخاص بموقع انستجرام وتويتر للفيديو الساخر للتقليدي اللي هما بيحتضنوه ومتركب على وشه وكل طفل منهم صلاح وماني، وكان حصل الخلاف بين ماني وصلاح بعد ما اتعصب ساديو ماني في مباراه بيرلي وخرج من الماتش، ودوت بسبب ان محمد صلاح ما رضاش يمرر الكوره لماني. رغم ان ماني كان واقف في مكان افضل من صلاح وفرصته اكبر للتهديف، لكن صلاح سمح بالكوره. وبعد ما صلاح نزل الفيديو على مواقع التواصل الامور هدت شويه، لان ماني كان زعلان من موقف صلاح في اخر الماتش، وبعد ما صلاح استخدم خاصيه تركيب الوش على الفيديو بتاع الطفلين واللي انتشر بسرعه كبيره على مواقع التواصل وحقق مشاهدات كتيره، قام ساديو ماني بمشاركه الفيديو على حسابه على الانستجرام واكد لجماهير ليفربول وكل عشاق ماني وصلاح ان الامور كويسه ومفيش اي خلاف بينهم، وهيتقابل صلاح وماني لاول مره بعد المشكله اللي حصلت بينهم في مباراه ليفربول قدام نيوكاسل على ملعب انفيلد في المرحله الخامسه من الدوري الانجليزي النهارده من يوم السبت.